أهلا بكم أصدقاء صديقاتي طلاب وطالبات التعليم الفني الفندقي وحلقة جديدة من برنامجنا. النهاردة هنتكلم عن عوامل نجاح خدمة المؤتمرات والحفلات داخل الفنادق، وزي ما حضراتكم عارفين هذا العمل عمل مهم جدا لأنه بينقل واقع الفندق وخدماته المختلفة لضيوف والمختلفين اللي هم جايين لحضور هذا المؤتمر أو الحفل، ما يؤكد على سلامة ونظافة وأيضا أمان الخدمة المقدمة وجودتها. النهاردة بيسعدنا أن يكون معنا محاضر في هذه الحلقة الأستاذة ريهام عبد الغني عبد العزيز، معلم خبير فندقي للصف الثالث فني فندقي. أهلا وسهلا بك يا فندم، منورانا حضرتك. أستاذة ريهام، عوامل نجاح خدمة الحفلات والمؤتمرات عدة، يمكن بتبدأ على رأسها تملي تنظيم إدارة الحفلات واللي بتقدم هذا التنظيم بشكل جيد جدا. اسمحي لي نبدأ معنا مع حضرتك ومع أبنائنا الطلاب حلقتنا النهاردة، فماذا تبدأين؟ طبعا أنا برحب بطلابي، طلاب الصف الثالث الفندقي شعبة مطعم، لأن التخصص ده هو اللي بياخد فن الخدمة. اتكلمت معاهم في حلقة سابقة عن أنواع الحفلات، وقلت منها أن هي أنواع عدة كلها بتشترك مع بعضها في التنظيم، في ازاي تبقى القاعة منظمة موجود فيها الأدوات اللي احنا محتاجينها علشان تقديم الخدمة، موائد الكراسي، فضيات، كاسات، كل حاجة هيستخدمها الجست أو الضيف. قلنا كمان من عوامل أو من أهم العوامل بتاعة النجاح بتاعة نجاح الحفلات، أول حاجة إن تكون لها إدارة خاصة بيها. يعني رغم إن الإدارة بتاعت الحفلات بتقع ضمن الفود أند بيفرج اللي هي قسم الأغذية والمشروبات، ولكن هي لها خصوصية مع نفسها، فبتقوم بجميع واجباتها تحت إشراف مدير قسم الحفلات والمؤتمرات. طبعا ده بيديها الخصوصية في إن هي بتقدر إن هي تحقق تنمية مبيعات كويسة قوي للفندق من خلال عقد المؤتمرات والحفلات بكافة أشكالها، سواء كان حفل تكريم، حفل عيد قومي لدولة معينة، كريسماس، شهر رمضان المعظم، أي نوع من أنواع الحفلات، حفلات زفاف، حفلات خطوبة، حفلات شاي، الحاجات دي كلها نوع من أنواع الترويج للفندق. كل ما كان قسم الحفلات بيقوم بالخدمة الجيدة على أكمل وجه طبعا من خلال مجموعة العاملين في القسم، كل ما ده ادى الانطباع الجيد للجست ان الفندق كله منظومة واحدة. ما ينفعش ان انا اقول القسم ده كويس والقسم التاني مش بيقدم خدمة جيدة، اكيد هيبقى انعكاس كامل للفندق ككل، وان كانوا مش نزلاء لكن هم ضيوف فقط، مدعوين. وممكن من خلال لو هو مثلا حفل عادي، ممكن لو حفل كريسماس، حفل رأس سنة، حاجة زي كده، فممكن الضيوف اللي هم الجست نفسه من النزيل نفسه، فيخليه عنده الحب ان هو شاف الخدمة الجيدة والشكل الجيد، فبدل ما هو هيروح فندق تاني بره، لا انا خليته خد سمعة جيدة الفندق بتاعي، وخليته ان هو يقدم يجي عندي وياخد عندي كمان لو هو عايز يعمل حفلة بعد كده فيما بعد، يجيني ما يروحش في مكان اخر. جميل. من تاني حاجة ان هو بيستغل القاعات الاستغلال الامثل، يعني مفروض ان انا بشوف حجم القاعة يكون مناسب لعدد المدعوين، يعني ما ينفعش ان القاعة بتاعتي تبقى كبيرة قوي واجيب فيها 50 شخص مثلا وهي تبقى كافية لمتين شخص، لا ما ينفعش، مفروض ان الحاجة تكون مناسبة للعدد بتاع المدعوين عشان استغلها، ما يبقاش عندي اهدار للمساحة ولا اهدار كمان للعمالة اللي موجودة عندي والخامات والادوات اللي انا هشتغل بيها. ثالث حاجه قال لي مفروض ان عدم الخلط بين الحجوزات،
حضرتك حاجز عندي مثلا وفي حد تاني حاجز، ما ينفعش ان انا اخلط الحجوزات ببعضها. مفروض ان انا عامل دفتر بسجل فيه حجوزاتي، النهارده يوم 3 في الشهر 3 يناير 2022، طبعا بالمناسبه دي احنا في بدايه السنه الجديده، فبنقول للشعب المصري كله عام ميلادي جديد وسعيد باذن الله علينا يا رب. جميعا. امين يا رب. فبنقول ان الحجوزات دي مفروض ان انا ما اخلطهاش ببعضها. الحاجز يوم 3 يبقى مفروض ان انا عارف يوم 3 ده الشخصيه الفلانيه حاجزه بالاسم، عدد المدعوين ايه، نوع الحفل ايه، هقدم قوائم طعام شكلها ايه، عدد المدعوين اللي معايا، الشكل الجست كله التخطيطي، عارف. كل الناس العاملين معايا الستاف بتاع الشغل عارف هو هيشتغل ازاي، هينظم البلان بتاع بناء على الرسم التخطيطي اللي انا عاملاه، هيبقى شكل القاعه شكلها ازاي، ان كانت مؤتمرات فلها شكل، ان كان حفل زفاف هيكون شكل، وهكذا. عندي كمان مفروض عمل جداول شهريه للحجوزات، يعني شهر يناير فيه كام حجز، شهر فبراير فيه كام حجز، وهكذا. مفروض ان انا برشح الترشيح الامثل للقاعات بما يتناسب مع عدد الضيوف ونوع الخدمه. طبعا انا عندي انواع خدمه مختلفه، منها خدمه البوفيه طبعا، وده بيفضل في معظم الحفلات على اساس ان هو بيبقى بيقدم مختلف الانواع من المأكولات، بتبقى طبعا حسب الاتفاق مع الجست اللي جايني، اللي هو العميل اللي جاي لي، طلبه ايه، نوع الخدمه هتكون ازاي، ممكن يبقى طالب الخدمه على المائده، ممكن يبقى طالب اوبن بوفيه، يبقى هيلب يور سيلف، الجست هو اللي يخدم نفسه، بس برضو العماله اللي موجوده عندي الويتر بيبقى عينه دايما على الجست لو محتاج اي حاجه فبيساعده او بيعاونه على الحاجة، يعني ممكن ينزل خدمه على الترابيزه وهو اوبن بوفيه، اوبن بوفيه برضو. لان يعني في ناس محتاجه ده كبير في السن مع بعض ممكن مش قادر يوصل لدوت، مش واقف طابور بس يعني. تمام. عندي التخطيط الجيد لتنظيم القاعة، كل ما خططت طبعا بشكل صح يبقى أنا استغليت صح، مفروض أن أنا كل مكان بستغله بيجيب لي فلوس. الفندق مش فاتح علشان يبقى هو يعني فاتح عشان يجيب دخل، عشان يحقق ربحية، وإلا ما هيشغل العمالة إزاي، هيحقق الربحية. فالهدف اقتصادي، اقتصادي وخدمي في نفس الوقت، لأن لازم أقدم خدمة جيدة مقابل مادي أنا عطية للجست. تمام. حتى لو في تخفيض او خصم للجيست اللي موجود باي شكل من الاشكال، لازم الخدمه على نفس المستوى طبعاً مع طبعاً. اعلى سعر. أنا دايما دايما بنقول ان كل الجيست اللي موجود عندي حتى لو هو جيست عادي جدا هو بياخد الخدمه بتاعته على اكمل وجه كانه في اي بي، جيست في اي بي، يعني هو المفروض انه بينال يبقى داخل المكان عارف ان هو هياخد احسن خدمة. مش بقول ان الخدمه دي مقابل ان، وكمان دايما بنقول للاولاد دايما في المدرسه ان انت طالع تشتغل في سوق عمل ما تحطش قدامك هدف التبس، لان انت لو حطيت هدف التبس وعميل ما ادالكش تبس يبقى مش هتخدمه خدمه جيده، ما ينفعش. صح. لا انا بخدم علشان ده شغلي، علشان انا حابب المهنه دي، عايز اطلع منها حاجه واحقق بعد كده بوزيشن اعلى. تمام. ما بصش لحته التبس دي، هي هتيجي لوحدها لما انا ارضي العميل الارضاء الجيد، هو من نفسه هيديني التبس. وعاده التبس بيجي بعد اداء الخدمه طبعا وليس قبلها يعني. طبعا اكيد. طبعا بنرتب الموائد والكراسي حسب الشكل المرسوم في البلان، حسب نوع الحفل المقدم، حسب عدد المدعوين اللي موجودين عندي، وده كله طبعا في انه بيوفر اهم حاجه انه يوفر الراحه للجست اللي موجود، عدد المدعوين اللي موجودين، وكمان للعماله اللي بتشتغل. ما انا لازم اريح العامل اللي بيشتغل، ما اخليهوش يلف حوالين نفسه في المكان، بحيث ان هو بيبقى يخدم، بدل ما هيخدم بالطريقه الصحيحه هيفضل يلف علشان يخدم بشكل مش فلازم مش يكون مقسم ليه، لازم يعني هو عدد الموائد، انت لك عدد معين من الموائد بتخدمها، يبقى انت عارف الشكل بتاعك هتخدم منين، مين هتخدمه، الشخص التاني هيخدم ازاي، وكلهم طبعا بيبقوا فاهمين ده. طبعا بيحصل حاجه اسمها
بريفنج يعني اجتماع مصغر كده مع مدير الحفله قبل الشغل مع الوترات اللي هي هتشتغل، على اساس ان هو يبقى عامل البلان وقايل له انت هيبقى ايه، عدد المدعوين ايه، قوائم الطعام ايه، الحاجات دي كلها بتبقى مفروضه في الشغل او انها تتعمل. تمام. هنا دي صورة من قاعة حفلات موجودة عندي، الشكل بتاعها طبعا بيحصل عملية تنظيف للمكان ككل، القاعة وبره القاعة، لأن ما فيش حاجة فيها منفصلة عن التانية. طبعا الزهور اللي بتتحط دي بتبقى من قبل قسم الهاوس كيبنج اللي هم الإشراف، يعني إذا كل الأقسام متداخلة مع بعضها. هنشوف بعد كده إن في تعاون ما بين جميع الأقسام، ما ينفعش إن في قسم بيقوم بذاته بالشغل لوحده، وإلا ما فيش عندي هنا هيبقى الموضوع في ما فيهوش نجاح. في حاجة اسمها تيم وورك، فالكل بيشتغل بروح الفريق، فالكل هيبقى بيشتغل علشان يحقق النجاح للمنظومة أو للمنشأة وده الفندقية. مش محل، ده فندق. يعني لو محل هنقول الفريق نفس اللي شغالين هيقوموا بنفس الدور ايوه مخصم عليه على طول، بالظبط لكن بالظبط فندق يعني فيه تخصصات ولازم كل تخصص يكون له بالظبط دور في ال... بالظبط. تمام. دي برضو قاعة فيها حفل موسيقي، وبرضو بنشوف الديكورات شكلها ازاي، الموائد الناس قاعدة ومنصتة وبتتفرج ازاي، فده نوع تاني من الحفلات. طبعا بيهتم بالخدمات المصاحبة زي الإضاءة، التكييف، الساوند، الحاجات دي كلها لازم أهتم بيها كويس قوي، لأن لو من غيرها هيفقد الحفل جزء معناه كبير قوي، طبعا وهيبقى الجست اللي قاعد مش مرتاح ولا مبسوط، وبالتالي لانه أبقى أنا مغيب عن الصوت اللي بالظبط بيحصل كده. اذا كان في حاجه. التكييف مش حلو ودرجة الحرارة عالية، فأنا هحس بدرجة الحرارة، هبقى قاعد مش مرتاح، فده هيديني انطباع مش حلو أبدا عن المكان، وهيبقى برضو في جزء هنا أنا وقعت فيه أو دروب وقعت فيه كمنشأة فندقية. عايزين نقف عند الجانب الخاص بتنظيم المقاعد يا فندم والترابيزات. يعني في بيبقى اذا كانت مثلا حفل معين او كان حاجه معينه، بيبقى لصاحب الحفل او الجست نفسه طلبات معينه، يعني انا انظمها ازاي، انت عاوز الكوشه زي بالظبط ما بيقولوا للعرسان. بالظبط. الحاجات دي كلها طبعا بيتفق فيها مع مدير الحفلات او مدير الحفلات والمؤتمرات، طبعا بتقع يعني تحت الفود اند بيفرج في بعض الفنادق، فبيبقى الاتفاق معاهم مسبق طبعا، بيبقى نوع الحفله شكلها ايه، طب انت عايز الترابيزات تبقى بالشكل ازاي، شكل الكراسي ازاي، طبعا كل ده بيختاره، وطبعا طالما هيدفع المقابل هو الفندق عليه ان هو يحقق له كل احلامه او كل رغباته اللي هو عاوزها. حتى كمان الاوبن بوفيه ممكن يكون داخل الحيز او او خارجه، ممكن خارج في قاعة المكان. تانية، تمام. وده غالبا ما بيحدث في اللي هي بنسميها مؤتمرات. ممكن كمان في المؤتمرات او في اللي هي بنسميها الحفلات العائلية، فترات الراحة، الراحة، اللي هي مثلا انا في ميتينج. اجتماع في الميتنج وعامل بريك كوفي بريك مثلا، بخرجش بره، لا ده انا فممكن ابقى في القاعة او خارج القاعة لو انا حاسس ان هيبقى فيه دوشه او هعمل شوشره مثلا، مش خروج هيبقى دخول. فممكن يبقى بره او جوه القاعه حسب الاتفاق كل ده برضه. فكره بيقدمه كمان حضرتك المسؤول امام صاحب طبعا القرار يعني نفسه. انا يعني انا كواحد شغال في المكان بعرض افضل ما عندي علشان اسوق، في حاجه تمام اسمها التسويق، تمام يعني في مدير للتسويق علشان يعمل عملية تنمية مبيعات اكتر، فده بيحصل ازاي، ان انا اقول له على الحاجة اللي عندي، انا اللي بعرض عليه لان هو جاي مش عارف، فانا بديله افضل ما عندي، ولو عندي حاجة زيادة، ما هي دي حاجة برضو اسمها دراسة بدائل السوق، اطرحها عليه. ازاي ان انا اشوف الفنادق المنافسة ازاي احقق من خلالها، عشان انا شايف الفندق اللي جنبي بيبقى عنده اكتر مني جست، طيب ايه اللي موجود عنده ومش موجود عندي، فبالتالي ابتدي انا اشوف وادرس السوق ايه اللي المفروض ان انا اعمله وازوده عندي علشان اخلي الجست يجيني اكتر، فاحقق من هنا مبيعات اكتر، فيحصل لي ربح اكتر وهكذا. طبعا دي شكل تاني لحفل برضو زفاف، طبعا القاعة، الإضاءة، التزيين نفسه، الموائد نفسها بالشكل اللي موجود عليها، سواء كان الزهور، السيت اب بتاع المائدة، الفرش اللي هو بتاع المائدة، الكفر اللي موجود، سواء كان بقى طيات فوط،
السيلفر وير الموجود اللي هيبقى اللي هي الفضيات اللي بياكل بيها العميل، الادوات اللي هتبقى موجوده، السجاد، نجف، اضاءه، زي ما قلنا تكييف، كل حاجه بيبقى الشكل حسب المتفق عليه. طبعا فوق ده كله لازم العماله اللي عندي تكون عماله مدربه اكيد. تمام. فبالتالي مدير الحفلات او مدير القسم ده لازم ان هو كل مكان بيجي له عماله بتشتغل معاه لازم يحصل لها عمليه تدريب كل فتره، يعني مش بس بيكتفي بانه هو جاي مثلا خريج سياحه وفنادق فهو عنده المعلومات وعنده المهاره، بس كل شويه المجال ده بيحصل فيه الجديد وفيه الحديث، فهو لو ما دربوش على الحاجه الاحدث الجست اللي جايني مش جست جايني من جوه بلدي، ده جايني من مختلف البلاد، فلف فنادق كتير قوي، فشاف انواع خدمه مختلفه وشاف طرق مختلفه، وازاي العاملين في المنشاه الفندقيه بيقدموا له افضل افضل حاجه. والابتسامه كمان مهمه، ده شيء اساسي. احنا بنقول اللي بيشتغل في مجال السياحه يعني في الفنادق بالذات اكيد من اول ما بفتح الباب وانا ببتسم ابتسامه طبعا خفيفه، دايما اقول للطالب ابتسامتك بتعبر عن شعورك بان انت بترحب بيه ازاي، مش هديله ابتسامه وانا تعبان ومرهق وملوش دعوه بالكلام ده، انا عندي مشاكل في بيتي ملوش هو في كده، انا ليا خدمه بقدمها على اكمل وجه، فانا لازم اكون بمظهري الجيد طبعا كمان، غير يعني الابتسامه دي رقم واحد بس مظهري هينم عن الخدمه اللي انا هقدمها. لو انا شكلي مش حلو او مش حكايه حلو في الملامح، حلو في كمظهر شخصي نظيف، شعري مقصوص، الشارب لو انا عندي شارب الشوز طبعا لازم يكون متلمع، ما فيش حاجه اسمها مضغ البان، اكسسوارات الاكسسوري لا، ما البسش شوز له كعب يعمل صوت طول ما انا ماشي، فبالتالي يشتت انتباه العميل ويخليه مش قاعد بالكيفيه المريحه بالنسبه له. ما فيش حاجه اسمها تدخين في المطعم، ما فيش حاجه اسمها ان انا المس اي حاجة من جسمي والمس بعدها الحاجة اللي هياكل بيها العميل، لان معنى كده ان انا مانيش نظيف، يعني ما هي لو هو بعيد عن انه هو يلمحني او يشوفني حتى دي حاجة بيني وبين ربنا، الضمير بقى هنا لازم يبقى عندي ضمير في كل حاجة في ادوات، ما انا لو انا عندي ضمير في ان انا هخاف على الجست اللي موجود عندي يبقى بالتالي انا هخاف على كل حاجة، لو هو ترك اي حاجة هيبقى انا هحافظ عليها وهرجعها تاني علشان لو جه يسأل عليها مرة تانية اللي احنا بنسميها المفقودات اللي هو ممكن يتركها او حاجة زي كده ويرجع اليها. وفي كمان بعض الجيست يا فندم وافراد يقولك انا عاوز اخش اشوف المطبخ اسمح لي، هو عادي ده ضيف ويخش بنفسه ويتفرج عشان يطمئن ان الخدمة وان المطبخ نظيف. هو طبعا هو بس يعني معظم في الحفلات ما بيحصلش، معظم الفنادق طبعا بيبقى حتة دخول المطبخ دي محرجة. صعب صعبة شوية بس لانه بيبقى بعيد ما بيبقاش قريب. تمام. هو طبعا هو حضرتك بص هو البهو من اول ما بيدخل البهو بتاع الفندق عرف العنوان، بيستشعر الامان والنظافه، دخل بعد كده المطعم شاف المطعم انا دايما اقول لهم المطعم انعكاس، انا ممكن ما بقاش نزيل جوه الفندق فانا ما شفتش الغرف شكلها ايه او نظفت الغرف ايه لكن انا بشوفك انت علشان جايه اكل في المكان، فانت يعتبر الانعكاس الاول عن المكان. لقاك نظيف كشخص ونظيف كادوات وما انتش مبصم الادوات، يعني ايدك ما جاتش على المكان اللي هياكل منه الجست الحاجه دي، الكاس اللي هيمسكه بيتنشف كويس او بيبرق لازم تكون طبعا كده، ما ينفعش ان انا امسكها من الفواهه بتاعتها انا بس بمسكها من اسفل حاجه، الشوك، السكاكين، الاطباق، اي ده حاجه بيلبسوا جوانتيات كمان يا فندم بيضه كمان يعني ده طبعا النظام الكلاسيكي، لكن لو انا مثلا في الخدمه العاديه اللي هي ممكن تبقى حتى لو في المطاعم الكبيره في الفنادق ممكن اخدم خدمه امريكي فيجي الطبق مغروف من المطبخ فطبيعي ما ينفعش ان انا صبعي يدخل جوه طبق الجست، فحاجات كتيره قوي هو بيلمحها بعينه، فلو انت ما انتش مدرب وما انتش عندك المهاره الكافيه انت ممكن تخلي الجست اللي موجود كله يهرب ويمشي. انا عاوز اقول لحضرتك ان في فنادق مشهوره جدا بالمؤتمرات والحفلات ما بتشتغلش غير كده، يمكن حتى الاستقبال الفندقي الداخلي في الغرف ما بيجوش لكن معروف انه جيد جدا بخدمته وسعره يعني خدماته، فبيجي عليه ضغط كبير جدا بالظبط. تمام.
بنقول عندنا توفر متابعة مستمرة لعملية الخدمة أثناء الحفلة، سواء من ناحية الأصناف المقدمة أو طريقة التقديم أو النظافة. طبعا لازم زي ما اتكلمنا، النظافة ده شيء عامل أساسي طبعا، وبيبتدي من نظافة الشخص نفسه اللي هيشتغل، الويتر نفسه، لحد الأدوات، كل حاجة بعد ما بشيله وبعمل ديبريساج للأدوات اللي كان فيها الجست. كل حاجة أنا بعملها بيبقى هو عينه عليا، مش بس منشغل بالحفلة، لا كمان هو الانطباع ده شيء طبيعي، احنا بشر، فشيء أساسي لازم أشوف يعني عيني هتيجي عليه. لو هو أنا لقيت بيعمل حاجة تصرف خاطئ، خلاص ما بياخد الانطباع، سيء. مش هيرجع تاني. ده شيء برضو، ده اوبن بوفيه ممكن عليه الشكل بتاع المأكولات اللي ممكن انها تقدم، برضو ده شكل تاني من الاوبن بوفيه اللي ممكن يقدم، اللي هي انواع المأكولات وطريقة الخدمة. ده اللي بيقدمها قسم المطبخ يا فندم، ده اللي بيقدمها قسم المطبخ. يعني هو طبعا اللي بيجهز، طبعا عملية التحضير والإعداد والطهي وكل حاجة في المطبخ، بس عملية التقديم بتبقى على الأوبن بوفيه في مكان الحفل. تمام. وممكن كمان طبعا الشيفنج داش اللي موجود ده كله بيبقى واقف ورا كل يعني ستيشن. طبعا الستيشن ممكن يقرر اكتر من حاجه على اساس ان انا ما اعملش زحمه او تزاحم في علي مكان معين. صح. نفس الستيشن ده مقرر مره اخرى، وبيبقى موجود ممكن على كل ستيشن شيف، على اساس ان انا الشيف ده انا ممكن اجي مش عارفه النوع ده ايه، فانا ممكن عشان اكله هو اساله ده اسم ايه، الصنف ده ايه، مكوناته ايه، طب مطهي ازاي. هو ممكن يقترح عليا حاجه ممكن الاقي طعمها بعد كده حلو، وبعد كده ابقى معتاد على اني اطلبها يعني. فهو دي كلها حاجات، نوع من انواع التسويق وتنميه المبيعات في نفس الوقت. جميل. طبعا توفر اصناف مختلفه من المأكولات والمشروبات اللي بيتاحها طبعا عندي الايه الاوبن بوفيه. طبعا ده شكل برضو احنا شايفين هي لابسه يونيفورم. الزي اللي بتاعها كامل، اليونيفورم بتاعها كامل. طبعا لما شعرها، علشان ما ينفعش ان يبقى الشعر فيقع منه اي حاجه في طبق الجست او حاجه زي كده. طبعا هنا ده نوع من انواع زي الاوردفرات او فواتح الشهيه وهي بتجهزها، وزي ما حضرتك بتقول هي كانت ولابسه برضو ايه جوانتي في ايدها، كلافز يعني، على اساس ان هي ما تلمس اي حاجه ممكن ياخدها الجست، خصوصا ان احنا في زمن الكورونا بقت الموضوع مختلف كتير قوي، الخوف بقى زياده، فلازم يبقى الحرص اكتر والاجراءات الاحترازيه اكتر من قبل الفنادق. طبعا لازم توفر المعدات والادوات، اطباق، فضيات، اكواب، كل ده بيتناسب حسب نوع المأكولات اللي هتقدم. تمام. برضو ده شكل تاني برضو للويترز بتقدم ازاي ولابسة برضو الزي بتاعها. هنا برضو ده شكل اخر برضو من الاوبن بوفيه. بس على شكل بار، يعني هو طبعا كراسي بار يعني، مش متبقاش. هو ده يعني، لا هنا ممكن هو بياخد الطبق بتاعه من الستاند بتاع اللي تحت، يعني احنا لو شفنا هنلاقي فيه رف اسفل المأكولات، هو ممكن ياخد الطبق بتاعه وبيغرف وبياخد الحاجة اللي هو عاوزها، وبعد كده بيروح على المكان المخصص ليه في الجلوس. ده دي اطباق، مش كراسي. تمام. هنا قال لي تنفيذ كل بنود العقد المتفق عليها طبعا لإقامة الحفل، يعني ما ينفعش ان انا يتفق معايا على بند من البنود وانا اخل بيها في حاجة زي كده. يعني قال لي مثلا انا عايز 100 وجبة، ما ينفعش اقدم له 90، لا انا لازم اقدم له ويكون عندي كمان زيادة على اساس ان هو لو في حد جاله ازيد من كده وبيتحاسب على الحاجة، بس ما ينفعش يكون عندي الاقل، صح، دايما عندي زيادة. الازيد. دايما اقول للطلبه ما ينفعش ادخل مطعم ويقول لي ما عنديش اكل، طب امال انت ما انا فاتح جاي ليه؟ ليه؟ وانا صحيح. جاي لك ليه؟ صح. وهكذا. طيب في عندي بقى مجموعه عوامل نجاح بصفه عامه، يعني ايه اللي يخلي القسم ده ناجح بصفه عامه؟ تمام. طبعا قال لي انا هدرس طبيعه الرواد بتوع الحفلات، اكيد من كتر ما انا بيجيني ناس
اكيد انا عرفت الانطباع بتاعهم ايه، ايه افضل الحاجات اللي هم بيفضلوها، اكتر حاجة عايزين مأكولات من خلال التكرار بتاعها، فانا ببقى عارف الرواد بتوعي ايه الانطباع بتاعهم وايه متطلباتهم اللي انا ممكن وممكن جنسياتهم اقدر ان كمان انا، بتقول وجنسياتهم طبعا وأكلاتهم لبنانيين بالظبط فرنسيين. بالظبط طبعا بحدد الاصناف والاطباق الناجحه. طبعا كل ما كان عندي طبق ناجح كل ما انا بنزله اكتر، فبالتالي بيحدث معايا رواج اكتر وسحب عليه اكتر. طبعا الاهتمام بتنفيذ الاصناف باعلى جوده، زي ما بقول كده المطبخ والمطعم حاجه واحده، انا دايما اقول فود اند بيفرج، ما بقولش فود بس وما بقولش بيفرج بس، انا دايما القسمين هما واحد. يعني انا ما ينفعش اطهي واقدم وحش، وما ينفعش اقدم حلو والطهي وحش، الاتنين مرتبطين ببعض، لو حاجة منهم حصل فيها دروب التاني هيفشل معاه. فبالتالي لازم انا بحضر بطريقة صحيحة، التجهيز بتاعي، الطهي بتاعي، التست بتاع المأكولات بيكون ازاي، الحاجة دي كلها كل ما انا عملتها بطريقة جيدة كل ما انا، وطبعا معاها خدمة جيدة، كل ما ده كان نال استحسان طبعا الايه الجست والمدعوين اللي موجودين عندي. تمام. قال لي طبعا متابعة العاملين متابعة حازمة. طبعا المدير بتاع الصالة بتاع صالة الحفلات هو واقف عينه على العاملين اللي العاملين بيشتغلوا بتوعه على الويترز بتوعه، بيخدموا صح ولا لا، في حد فيهم سرحان وسايب الجست محتاج حاجه ولا لا، بيشوفوا بيتابعوا واقف ازاي، ما ينفعش ان انا اقف وانا راكن تعبت فركنت ظهري على، ما ينفعش، انا واقف في خدمه فلازم اكون زي ما اكون في الجيش بالظبط، انا ما ينفعش اقف وانا واقف أنا في الجيش تمام واقف وعلى طول. لا، انا واقف على اهبه الاستعداد ان انا اي جست هيطلبني، فبالتالي انا عيني على كل الجست اللي موجود حتى لو مش في الجزء بتاعي او في الجزء اللي انا هخدمه تمام في الاستيشن بتاعي، فانا لازم ابقى بصفه مستمره شايف عيني على كل الناس بطلباتهم ايه وبلبيها، فبالتالي هو كمان بيبقى شايفني انا بشتغل على بطريقه صحيحه ولا لا. التاكد طبعا من توافر كافه احتياجات القسم من خدوات، من خامات، ادوات، اجهزه، لان انا ممكن اعمل مؤتمر مثلا او اجتماع ومحتاج باور بوينت، محتاج شاشه، محتاجه اقلام، اي شيء انا محتاجه لازم الحاجه دي كلها تتوفر في القاعه، علشان ما ينفعش اقول له ما عنديش. قال لي طبعا مراعاة النظافة والنظام وتطبيق الشروط الصحية. طبعا أنا براعي الشروط الصحية ابتداء من الزي بتاعي زي ما قلت لحد ما الجست هيتناول الوجبة بتاعته، لأن أنا هحافظ على صحته، لأنه لو لا قدر الله جراله أي حاجة هيبقى مسؤولية. مسؤولية على الفندق صحيح. ككل. قال لي التطوير المستمر للقسم من حيث أسلوب الخدمة والخدمات المقدمة، زي ما قلت كده أنا هعرف منين إن أنا كل شوية عندي حاجة جديدة، لازم يبقى أنا بتابع السوق ايه كل حاجة بتحصل جديدة يبقى أنا مواكبها. مواكبها، يبقى أنا بنفذها، مش بس بعرفها وما بنفذهاش، لا أنا بعرفها علشان أطبقها عندي، علشان يبقى الفندق بتاعي على المستوى اللائق أو المستوى المطلوب، ويبقى الجست كله كمان السوشيال ميديا عملت، كان الأول مثلا أنا بعمل ريبورت عن الفندق جوه التقرير جوه ورقي وجوه الفندق، دلوقتي لا بقى لا، على في الملأ فيديوهات. وممكن أقول إن الفندق ده وحش وأنا ايوه، لقيت الخدمة مش النقد كويسة زي مش ما هو جيدة صحيح. بالظبط كده، فأنا لما أجي أدخل أنا ممكن ما بقاش عارفة الفندق ده فلقيته قدامي على الصفحة، فبدأت إن أنا أدخل أتابع أشوف الريبورت، لقيت إن الحاجة الناس تقريرات مش بتشتكي. وحشة يعني مش حلوة، فبالتالي خلاص أنا رغم هبعد. المنافسين ممكن يخشوا في الموضوع ده ويأثروا يعني. فبس يعني ايه بتبقى باينه من الكومنتات الكتير بتاعت الجست، لو هو فعلا كويس هيبقى الناس عليه اقبال اكتر. حقيقة. طبعا لنجاح اداره الحفلات يجب الاهتمام بديكورات الصالات المخصصه للحفلات وتحديثها. طبعا الديكور ده مهم قوي، ده اللي بيدي انطباع، يعني اول حاجه عيني بتبقى منجذبه ليها شكل المكان، فلو الديكور بتاعها مش مناسب للحفل
انا هبقى استهلك يعني، فمش الحاجه دي متغير. مثلا من زمان، الديكور نفسه مش مناسب لنوع الحفل اللي انا طالباه، طب ايه ده، انا مش هو ده اللي انا عاوزه، فانا ده انطباع مش جيد طبعا. يعني دي مثلا شكل قاعه، دي كمان. طيب ننظم اداره الحفلات ازاي بقى؟ طبعا كل ما كان في تنظيم جيد للإدارة، كل ما أنا قدرت إن أنا أحقق المستوى اللي أنا طالباه أو اللي أنا عاوزاه للفندق. أكيد لو أنا عندي مدير كفاءته عالية، حازم عنده مهارة، لباقة، سرعة بديهة، حازم في العمل مع العاملين، كمان عنده روح المشاركة مع العاملين بتوعه. الطاقم بتاعه. يعني ما ينفعش أبقى ديكتاتوري في العمل. كل ما كنت ديمقراطي مع الناس اللي معايا، كل ما أنا احتويتهم وجذبتهم للعمل. بس في بعض القرارات ما ينفعش ان انا تبقى الامور مفتوحة. ديمقراطيه قوي، يعني لازم يبقى في حاجه تمام كده انا اللي باخد فيها القرار لوحدي، تمام فانا ابقى صائب في قراراتي اللي انا تمام باخدها، ما تبقاش لأن العمليه الحياة متغيرة، فإذا بالظبط. ما كانش اديت له فرصة إنه يقدر يبتكر وهو بيقدم الخدمة بشكل جديد أو يواخد موقف معين ما طرقش على حد قبل كده فهو وقع فيه، يبقى يضطر يروح يستأذن مديره عشان يعمل إيه ايوه ويسأله، بالظبط فلابد بالظبط إنه يكون هو جاهز بفطرته إنه يقدر يتعامل مع الموقف تعامل بالظبط فيه شياكة. اكيد طبعا. يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا دايما نقول ايه، في بعض المشكلات بتحدث ممكن ما بقاش انا طرف فيها، بس ازاي يبقى عندي اللباقة أنا في ان انا أتدخل وأنهيها. احل المشكلة طالما اتعرضت عليا. يعني الجست ناداني وكان في مشكلة ومش انا اللي عاملها، ما ينفعش اقول له لا والله واجادله والله ما انا، وأخش ما طرف مع ينفعش طرف ما ينفعش. مثلا. لا انا طبعا يعني لازم انتبه له قوي واحل له مشكلته ازاي، وعلى قد ما بقدر وفي حدود امكانياتي ان انا بحلها. ان كانت خارج النطاق بتاعي وما اقدرش، يبقى انا برجع للاعلى مني علشان يحل المشكله. المهم ان انا اخلي العميل دايما راضي. راضي. الله عليك. قال لي طبعا نظرا لاهميه اقامه الحفلات في الفنادق، فلها دور كبير قوي في الدعايه عن الفندق. طبيعي كل قسم طالما اشتغل بمجهود حلو قوي وكفاءة حلوة قوي، ادى انطباع حلو بقى الدعاية ليه. عن الفندق، تمام. ادى الدعاية الحلوة، الدعاية الجيدة، فبالتالي هتخلي الجست يجي مرة واثنين وثلاثة. وكمان غير كده انا ممكن ابقى جاية كمدعوة، المرة الجاية بقى صاحبة انا صاحبة فرحة. الدعوة. تمام. طبعا فإنه بيختار العمل في الحفلات أمهر العاملين زي ما قلنا، تمام. أكثرهم دراية وخبرة. كمان بيعد لهم دورات تدريبية زي ما قلنا عشان يصقل المواد العلمية والمهارة، يعني بتبقى جانب علمي وجانب مهاري، تمام. لازم يشتغل بإيده أكتر عن الحاجات الجديدة اللي اكتسبها أو خد عليها الدورة، على أساس إن هو يبقى خارج رايح الفندق بتاعه وهو عارف إن هو هيشتغل على أكفأ شيء. يعني ما يكتفيش باللي اتعلمه، لابد لا ان يكون في جديد اكيد مواكبه ما عشان فيش يقدر. حد، لو كل واحد فينا اكتفى باللي اتعلمه يبقى هيقف محلك سر مع التطور اللي احنا فيه. مع انها خدمة لازم لكن الخدمة متطورة. اكيد اكيد، حتى الاسلوب نفسه في التعامل بقى مختلف. السلامة والصحة المهنية بقت كل شوية فيها جديد، فدي كلها علوم مفروض ان هو يبقى دايما على دراية بيها، سواء كان هيقراها كحاجة علمية او كمان هيمارسها بطريقة الشغل بتاعه. قال لي عندي هنا قسم الحفلات اللي هو البنك ديبارتمنت، قال لي ده بيقع تحت قسم او تحت إدارة مدير قسم خدمة الطعام اللي هو كاترينج مانجر، وده تابع لقسم الفود اند بيفريدج. ده شكل للقاعة بتاعة الحفلات، برضو دي شكل تاني لقاعة الحفلات برضو بشكل مختلف بطريقة مختلفة لرص الموائد والكراسي اللي حواليها. هنا جايبين طبعا هنا الويترز شايلة طبعا الفواتح الشهية او الاوردفرات اللي احنا بتبقى بداية للحفلة او بداية اي استقباله. وجبات. تمام. قال لي قسم المؤتمرات بقى ده بيقع تحت إدارة مدير قسم البيع والتسويق اللي هو سيلز ماركتنج مانجر، ده طبعا صورة لقاعة مؤتمرات.
ناخد بقى مدير قسم الحفلات كده نشوف الشخصية دي مسؤولة عن ايه. قال لي طبعا هو الشخص ده مسؤول عن الإشراف على فعاليات الطعام الشراب على الأفراد العاملين في هذا القسم، يعني طعام والشراب والعاملين اللي هيقوموا بعملية التقديم أو الخدمة في القسم القسم بتاعه. نفسه تمام. قال لي مسؤول كمان عن تنظيم وترتيب القاعات في الفنادق الكبيرة، يعني دي يعني كل مكان الفندق كبير وله اسم كبير، عدد نجومه كبيرة، يعني الأربعة الخمسة، دلوقتي احنا وصلنا فيه عندنا 7 نجوم، فهو المسؤول عن ترتيب القاعة والشكل اللي هتكون عليه قدام الجسد. صحيح، النجوم دي يعني كيف تصنف يا فندم؟ يعني تصنيفها ازاي؟ هل بتيجي من إدارة معينة متابعة ولا طبعا في بيجي؟ حاجة يعني في منظمة السياحة العالمية بتضع بعض القواعد، بتقول مثلا عدد الفندق النجمة بيبقى مثلا عدد غرفه سي مثلا 20 غرفة مثلا. طبعا الفندق ده يعتبر حجمه صغير او المبنى بتاعه صغير، فبالتالي عدد العمالة اللي فيها تكون قليلة، مش هيكون في حمام سباحة، مش هيكون في ملهى ليلي، مش هيكون في بار، الحاجات دي كلها مش متواجدة فيه، فبالتالي النجمة والنجمتين بيبقوا متساويين في الحاجة دي. كل ما بيزيد بقى الخدمات خدمات كل ما بتزيد النجوم. النجوم. طيب منظمة السياحة العالمية جت وبصت على الفندق ده وكان 5 نجوم، وبصت لقته أخفق في بعض الحاجات، بتقلله للنجمة الأقل طبعا، بس بعد ما بتديله فرصة ان هو يعدل يعدل من الشكل بتاعه، تمام. بتديله فترة ممكن سي مثلا 6 شهور عدل فيها ماشي، فاضل له حاجة فبتديله فترة أخرى، لا هو واقف مش عارف يعدل حاجة فبتخليه للنجمة الأقل. خلاص هو اوريدي استكفى كل شروطه فبتخليه في النجمة أعلى الأعلى تمام، وهكذا. وهو يعلن عن نفسه بقى عن نجومه ده، إذا أعلن بشكل خاطئ بيحاسب طبعا عليه. طبعا ما ينفعش الا اذا بتصريح، يعني منظمة السياحة هي اللي بتقول له انت كده بقيت 4 نجوم 5 نجوم، فأعلن بقى عن نفسك بأنك زدت يعني 7 نجوم فبقيت واو حاجة كده بتقدم خدمة ليا في الخيال يعني. تمام. قال لي كمان بيعتبر هو المنسق والمسيطر على إدارة الحفلات، لذا يجب أن يكون لديه خبرة طبعا جيدة في مجال عمله. طبعا لازم يكون له بعض الصفات الشخصية اللي بتميزه علشان يوصل لأنه يبقى مدير القسم. دي الكاريزما الخاصة بيه فعلا. انه يكون طبعا حسن المظهر ده شيء طبيعي، طبعا كل اللي بيشتغلوا في المكان حسن المظهر ده ده أساسي. شيء اساسي. زي ما قلت كده في مقولة بتقول العين بتاكل قبل الفم، فلو انا شفت الناس شكلها مش حلو مش هاكل، تمام. ده شيء طبيعي. لو انا دخلت البيت ومعرفش الناس اللي فيه ولقيت البيت مش منظم مش نظيف، خلاص الانطباع وصل، فهي زي ما بنقول مهما كده قدمت له بقى من حاجات كويسة مش ممكن خلاص اتغاضى بقى. عن ال فهو حسن المظهر ده شيء طبيعي، لازم حقيقة يبقى جميع العاملين في الفنادق على المستوى. بيتميزوا بيه. يكون طبعا ذو شخصية قيادية حازمة علشان يقدر ان هو ياخد القرار ازاي ان انا همشي صف كامل تحت ايدي وانا شخصيتي مهزوزة مش عارف اخد قرار، مش هينفع، فلازم ان هو يكون شخص قيادي. طبعا يكون دقيق الملاحظة، يعني ابسط حاجة اللي هي ممكن تعدي على اي شخص لا هي متعديش عليه، لانها لو عدت عليه مش هتعدي على الجست اللي جاي ودافع فلوس، أيوة. يعني هي دايما كده، فبالتالي هو لازم يكون دقيق الملاحظة قوي في كل حاجة بتتقدم. الحاجة دي الكرسي ده لا مش مظبوط لازم يتعدل، الشكل ده مش مظبوط، الورد ده مش مظبوط، الشمعدان ده مش محطوط بالطريقة السليمة، طب لا الورد كان المفروض يبقى كذا، الأكل بيتقدم ازاي، الأدوات مفروشة ازاي، لو لقى ماسك ماسكة خاطئة، لازم يبقى هو عنده دقة ملاحظة في كل شيء معاه، بيملك القدرة على التصرف في أكثر من موقف، وبيمتاز طبعا باللباقة في الحديث. جميل. إنه يكون قادر على مواجهة المشاكل، أكيد كل واحد في مجال عمله بيواجهه الكثير من المشاكل، إزاي إن هو يقدر يحلها بدون ما يبقى فيه قلق أو إن هو يعمل
يعني هو اللي ممكن يفتعل، يعني تبقى مشكلة لانه مش عارف يحل المشكلة بتاعته، تمام، فازاي يبقى قادر على مواجهة المشاكل؟ واحتوائها طبعا بسرعة. طبعا انه يحلها في مجال او في نطاق القسم بتاعه، ما يخرجهاش لبره. تمام، طبعا اكيد معظم الجست معظم العاملين في الفنادق بيتقابلوا مع جست من مختلف الجنسيات، فبيتكلموا اكتر من لانجوج، اكتر من لغه، فبالتالي اقل حاجه هيبقى معاهم لغتين بجانب اللغه العربيه بتاعتهم. طيب ايه مسؤولياته بقى؟ يعني الشخصيه دي بتعمل ايه؟ قال لي بيعاون مدير الحفلات في اعماله، مدير المبيعات ومدير الخدمه، معاه اتنين بيعاونوه في شغله اللي هو مدير المبيعات اللي هو المدير بتاع السيلز بتاع المبيعات، ومدير الخدمة اللي هو السيرفيس اللي هو هيقوم بالإشراف على الويترز اللي هم هيقوموا بعمليات الخدمة. مساعدين لي. قال لي أول حاجة طبعا هو اللي هيقابل العملاء اللي جايين إن هم يتعاقدوا على الحفل ويتفق معاهم وينظم الدعوات وللاتفاقيات المؤتمرات والدعوات بتاعتهم. عمل الرسم التوضيحي اللي هيبقى عليه شكل القاعة، هيضع خطة عمل منسقة طبعا لقسم الحفلات على أساس إن هو ما يبقاش فيه تضارب. أنا ممكن يبقى عندي أكتر من صالة شغالة، يعني أكتر من صالة حفلات شغالة في وقت واحد، إزاي يبقى أنا عارفة إن هنا عدد من العمالة كافية وهنا عدد من العمالة كافية، الأكل اللي هنا رايح إزاي، هنا الوجبات المقدمة هتبقى كافية للأشخاص دول، الأصناف دي معدة بالطريقة الصح ولا لأ، حسب ما طلب الجست ولا لأ، يعني وهكذا. هو مدير واحد وفي أكتر من حفلة جنب بعضها أو مؤتمر صغير يقدر يديرهم هو الثلاثة في نفس الموقف طبعا، لأن هو وقسم طبعا فريق تحت إيده، ما هو مساعدين. طبيعي إنه لازم يبقى في نائب عنه في حالة غيابه، يعني تمام، هو مش هيفضل شغال ال 24 ساعة، صح، أكيد هيجيله فترة عايز يبقى فيها راحة، قسط من الراحة، فالنائب عنه بينوب عنه في أداؤه. الشغل ده. تمام، طبعا لو أنا عندي أكتر من قاعة شغالة يبقى ممكن الاتنين يبقوا متواجدين، المدير والنائب اللي معاه. قال لي مراقبة تنفيذ التعليمات الصادرة، سواء كانت التعليمات دي هو اللي أصدرها أو الفندق اللي هو مدير الفندق هو اللي أصدر التعليمات، فهو بيعتبر حلقة وصل ما بين العاملين بتوعه وما بين إدارة الفندق، ولازم إن هو ينفذ التعليمات الصادرة دي. التأكد من تنفيذ العقد لإنجاح الحفل، يعني العقد بنوده 1 2 لغاية 10، يبقى ال10 بنود دول ينفذوا. ينفذوا، يبقى أنا كده عرفت إن الحفل بتاعي نجح وبقى حفل هينال طبعا استحسان الجميع، فعرف ان هو من هنا حقق النجاح اللي هو عايزه. مدير الحفلات بيجب ان يكون على دراية كافية بفن البيع، قوائم الطعام المقدمة، وعدد قاعات الحفلات، يعني ما ينفعش يجي يقول لا اصل انا قاعات الحفلات مثلا عندي كلها شغالة وهو لسه عنده قاعتين فاضيين، ما ينفعش، هو لازم يبقى ملم بكل القاعات اللي موجودة عنده، العدد المساحات بتاعتها هتبقى كافية ولا لا، ممكن يبقى القاعة اللي فاضلة عندي مثلا ما تكفيش الا 50 مدعو، وهو يقول له يتفق على 100 مدعو يبقى هو كده وقع في دروب او مشكلة، فما مشكلة. ينفعش. تمام، لكن كلمة البيع هنا هي تقديم الخدمة، يعني أنا طبعا ببيع الخدمة نفسها أو بقدمها له في بالظبط المقابل. بالظبط، ما هو بيبيع، يعني انا دايما اقول ان الفندق بيبيع سلعة، هي تمام، تجارة، يعني هو الفندق هو منشأة تجارية صناعية، صناعية لأنه بيصنع الوجبات، تمام وتجارية لأنه كل حاجة بيبيعها، تمام ببيع غرفة، ببيع النوم، ببيع الأكل، ببيع الراحة، ببيع الترفيه، الحاجات دي كلها تعتبر فن بيع. مكسب حقيقي. بالظبط، طبعا عارف كل ساعة كل منها تناسبها مع نوع الحفل زي ما قلنا. بيقوم طبعا بإيه؟ بكتابة اختار عند انتهاء الحفلة إن الحفلة دي تمت بنجاح، طبعا بياخد تقرير. تقرير ان هو الحفلة تمت على اكمل وجه، ما حصلش فيها مشاكل، ما حصلش فيها اي حاجة، تمت بجميع بنودها، فبالتالي تمام. بيكتب عنها اختار. بيوزع على كل قسم من الاقسام الفندق وبيتضمن اختار الحفل ده البيانات التالية بقى. طبعا لازم اعرف نوع الحفلة، طبعا ما ينفعش ان انا اقول حفل الزفاف زي حفل عيد ميلاد التكريم مثلا. زي عيد ميلاد زي حفلات شاي، كل حاجة لها شكل، عنوان صاحبها، اسم القاعة، تاريخ الحفلة، تعاقد عدد المدعوين بتاعي قد ايه، قوائم الطعام بتاعتي، سعر قائمة الطعام او البوفيه، لان تمام، طبعا كل حاجة منهم بتفرق.
طبعا البوفيه بيبقى اقل في السعر شويه عن ما انا هخدم على المائده. على تمام المائده يبقى انا محتاجه لعدد عماله اكتر، محتاجه ل طبعا السيرفيز يعني السيت اب بتاع المائده يكون كامل. لكن لو انا هاخد الطبق بتاعي انا اللي هغرف، فانا هحط الحاجات بتاعتي حسب احتياجاتي وهروح اقعد، هيبقى جنبي المعلقه والشوكه والسكينه حسب ما انا تمام هتناول الوجبه بتاعتي. حتى جنسية الـ يعني العملاء اللي جايين لي دول ما هيبين قد ايه محتوى السيرفيس نفسه. يعني بالظبط ساعات لو اوبن بوفيه تلاقي مثلا في ناس بتحب تاكل كتير، بالظبط فمش هياخدوا زي ما هجيب مثلا حفلة لفرنسيين او ايوه فيعني في هنا بيتبعوا بروتوكول معين، اسلوب معين غذائي، بالظبط فانا لازم اتابعه واقول للعميل لا الاكل ده مش هيكفي المجموعه ده، لازم تحط كذا، ما تنساش في اعتبارك ان واحد اتنين ايوه تلاته. بالظبط كده تمام، احلل المشكله قبل ما المشكله بالظبط تبقى موجوده واقول بالظبط. والله انت اللي قلت انا ما قلتلكش. وهو ده بقى اللباقه في الحديث، ازاي ان انا اخلي يعني ما هو كل هو ما كان عنده لباقه صح. كل هو ما باع اكتر. اه يعني ازاي يبقى هو عنده ازاي يبيع، يعني فن البيع، تمام كل ما كان هو عنده المعلومات كامله كل ما عارف ان هو صحيح، يطرح موضوعه صح، وبالتالي هيقدر ان هو يجيب جست ويترك الاختيار اكتر. في الاخر طبعا لصاحب، طبعا هو طبعا اللي انا اختار. ما اقدرش افرض حاجه على الجست، صح بس انا بقدم له مقترحات هو ممكن تبقى غايبه عنه، ممكن اجاوب على استفسارات من قبل ما هو يقولها، او هو لو هو قال لي حاجه يبقى انا عندي الرد المقنع بالنسبه له. وفي الاخر الراي الاول والاخير لصاحب الحفله، انا الحفل. عليا ان انا بقدم الخدمه بس. تمام طبعا هنا بيوزع اختار الحفل على كل قسم حتى يتسنى كل قسم طبعا ايه حسب تخصصه ان هو يقوم بجميع مهامه. عندي مثلا المطبخ، طبعا المطبخ هقول له ان انا عندي اصناف كذا، عدد وجبات كذا، فبالتالي المطبخ هيقوم على اساسه بعمل المواد الاوليه، عايز كشف بالمواد الاوليه بتاعته، انواع الخضار اللي هيقدمها، لحوم، طيور، اي نوع من انواع المأكولات حسب المتفق عليها، وهيتم شرائها. طيب قسم الحسابات طبعا هيقوم بالاطلاع على الاختيار بتاع الحفل وعدد المدعوين وشروطه وارسال طبعا صراف عشان يتابع عملية المبيعات وعملية الشراء بتاع قسم مأكولات. المطبخ او قسم الحفلات. تمام قال لي مدير العلاقات العامة، ده طبعا هيقوم باستقبال كبار الزوار في الحفل والترحيب بيهم. عندي المبيعات، طبعا ده بيعمل على ده اللي بيتعامل بقى اوريدي مع الضيوف، كل ما كان اسلوبه حلو كل ما خلى الناس المدعوين زي ما قلت هيبقوا اصحاب دعوة فيما بعد. نعم تمام قسم الاعداد والتجهيز، وده بيجهز الاوردرات الخاصة بالحفل بناء على قوائم الطعام. تمام طبعا الصيانة مهمة قوي، ازاي ان هو هيصين عندي لو عندي موائد، كراسي، تكييف، اضاءة، الساوند، كل ده اللي هيقوم بيه قسم الصيانة. الاشراف الداخلي اللي هو الهاوس كيبنج، ده طبعا اللي بيقوم بعملية التنظيف للقاعة، هيقوم كمان بوضع الزهور، الحاجات دي كلها من اختصاص قسم الاشراف الداخلي. بيبقى متواجد كمان بقى أثناء الحفل يا فندم، حاجة وقعت على مفرش، حاجة تتغير، حاجة تتحط. لا لو حاجة هتتغير من المفارش او حاجة زي كده ده المختص بيها قسم دنتال المطعم اللي سيرفيس. هو السرفزة. تمام، يبقى عنده برضك احتياطيات اه لحاجات طبعا معينة طبعا يقدر في، يجيبها. ما انا لسه هنتكلم ان في عنده حاجة اسمها سايد ستيشن اللي هي مائدة الخدمة، ودي بتبقى طبعا مائدة جانبية موجود عليها الاحتياطي من كافة الادوات المفروشة، سواء كانت مفارش، الجست نابكن اللي هو فقط الجست، الفضيات، السيلفر، الجلاسز، كل حاجة موجودة مفروشة منها احتياطي مماثل جوه السايد ستيشن، مش هيروح المخزن يروح يدور نجيب منه. ويجي، اه لا صح ما ينفعش، ده هو بسرعة اوريدي سرعة الخدمة، كل دي من عوامل نجاح الحفلة. قال لي مدير الخدمة طبعا اللي هو السيرفيس مانجر عندنا، ده بيتابع بقى ما يوضع من اساس لكل حفلة حسب الرسم التوضيحي لها، توزيع العمل في كل قاعة وشرح العمل بيها، وذلك في الاجتماع الذي يعقد قبل الخدمة، مراجعة تجهيز قاعة الحفلات والتأكد من وجود جميع الأجهزة والأدوات المطلوبة
كافه الادوات والاجهزه لازم تكون متواجده، وهو اللي بيقوم بالاشراف على تواجدها، ان لو فيها حاجه ناقصه بيكملها. بعد كده عندي مدير قسم المؤتمرات بقى، قالي ده بتكون مسؤوليته في تنظيم المؤتمر وتقديم افضل الخدمات للضيوف، بتبدا من اقل خدمه لاكبر خدمه، يعني من اقل حاجه ممكن يحتاجها الجست لاكبر حاجه هو عليه ان هو يقوم بتوفيرها علشان يرضي الجست. تقديم الخدمات الداخليه والخارجيه للضيوف سواء كانت داخل القاعه او خارج القاعه لو هو محتاج حاجه، الاتفاق مع وكلاء السفر وشركات السياحه وشركات خطوط الطيران. بالذات المدير بتاع المؤتمرات بيختلف عن مدير الحفلات. مدير الحفله له المكان، لكن مدير المؤتمر بيبقى اتصالاته اوسع شويه، خارجه لغايه وكلاء السفر، شركات السياحه، شركات الطيران، ممكن يتعاقد من خلالهم على المؤتمرات اللي هي ممكن تعقد داخل الفندق. يعني بيقدم خدمة إضافية مع العميل علشان يعني يقدر ينظم. بالتالي هو هنا بيجيب جست أكتر أو بيجيب مؤتمرات أكتر أو حفلات أكتر عن طريق تعامله مع الشركات اللي موجودة. تمام. يعني هيخصص عربية من العربيات ممكن توصل لغاية المطار وتجيب مثلا مدعوين معينين، هو ممكن أو يبقى يحجز. هو ممكن بالتعامل مع شركات السياحة هم اللي يقوموا بالحاجة زي كده. تمام. طبعا احنا يمكن الوقت معنا يعني نفد، لكن كلمة أخيرة أستاذة ريهام عبد الغني عبد العزيز تقدميها لأبنائنا الطلاب في ختام محاضرتنا اليوم. طبعا أنا أتمنى إن احنا إن هم يكونوا استفادوا من الحلقة ومن الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة، النقاط كلها تكون واضحة بالنسبة لهم، وطبعا أنا بتمنى لهم التوفيق والنجاح وربنا معاهم إن شاء الله، لأن الامتحانات بقت على الأبواب وربنا يوفقهم باذن الله يا رب. ان شاء الله بشكر حضرتك يا دكتوره ومزيد من التوفيق ان شاء الله. اعزائي الشباب في كل مكان، دي مصر وده املنا فيكم، اللي جاي هو مستقبلكم ومستقبل مصر كلها. والخدمات الفندقيه عاوز انبه ان هي من اهم الدخل القومي لمصرنا الحبيبه، لانها بتفتح ازرعتها دايما للاجانب والعملات الاجنبيه اللي مصر بتبقى محتاجاها في فتره كبيره من الفترات. عليكم عبء لكن انتوا قد المسؤوليه. بشكركم واتمنى لكم مزيد من التوفيق. الى اللقاء.